السلام عليكم اصحابنا، واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نديرو بكم جوله في واحد الحديقه قدام مدينه طومبيري، شويه بعيده على المدينه، ماشي بزاف. مدينه راهي مورايا، والحديقه هذه ما شاء الله، يعني لو كنا تشوفوها هاي. تابعونا للاخر وشكرا على الدعم. هذا الباب صغير، كشغل مخرج سري تاع هذيك الفيلا كبيرة. لو كنا نطلع نصوروها، هاي الطلعة تاعها منا، لو كنا نروح نقدمو ليها. ألف وتسعمية قديمة، الله يبارك. قدامها كاين حديقة هذه، الله يبارك، ما شاء الله. هذا هنايا لوبيطال، هذا لوبيطال تاعهم. كاين هذا صغير وكاين واحد اخر. شوف لوبيطال وين جاي، الله يبارك، قدام الحديقة هذه. هذه بلاصة يورغانيزو فيها الأعراس، المارياج، وشنو الورد مزال ما ناضش، راه مزال شوية صغيرة. هنا كاينة فرقة موسيقية راهم يغنوا ليه، خلينا منهم نروحو ليهم أولو.
بلاصة هذه فيها الجسور دي بون. الله يبارك، البشر كيحبوا يخدموا يخدموا. هذه غا ما شاء الله، طبعا تجي تقعد هنايا يعني راحة نفسية. هذيك شغل عبارة فيها قهوة ومطعم اللي عنده باغ اكزومبل انيفيرسير هكذا، والله يكريها. راهم يبلونجو منها ويعوموا ما شاء الله. بلاصة كال ما شاء الله، كاين سطاد هنا صغير ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم التحويسة هذه، راكم شفتوا يعني هذه هايلة. كان شوية خسارات جات هذيك لابوند، شوية الموسيقى تاعهم خسرت لي شوية الفيديو، بصح معليش. هذه هي هاي، المرة الجاية ان شاء الله ندير بكم جولة. لا تهلاو في بعضكم، سلام.